سعت الإمارة الصغيرة التي تمتلك ثورة ضخمة للعب دور واسع في المشهد الدولي، وهو حلم المشروع. والسؤال هنا، هل نجحت قطر في تحقيق هذا الحلم أم أنها ضلت الطريق بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة؟ لم يكتفي تميم بتحويل حكمه إلى رمز للفساد وانتهاك لحقوق الإنسان وتمويل للإرهاب، بل شهد عهده أيضا انهيارا للاقتصاد وتهديدا لسيادة الدولة. ولفهم الحاضر المؤلم الذي تعيشه قطر تحت حكم تميم، نجد أن تنظيم الحمدين لجأ في الماضي إلى عدد من الوسائل كي يتمتع بمكانة دولية، والأداة الأكثر شهرة هي قناة الجزيرة. ثم تورط النظام القطري في مستنقع تمويل الجماعات الإرهابية أملا في ممارسة نفوذ استغلال للعنف والدمار والتحول لوسيط دولي. استخدم الثاني دبلوماسية الرياضة من خلال استضافة البطولات الدولية، وأخيرا الاستثمارات الدولية لتحسين مكانتهم دوليا. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ عاطف، وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. برأيك ما هي الأدوات التي يستخدمها نظام الحمدين في قطر لتضخيم حجم الدولة الصغيرة؟ صباح الخير تمام على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. احنا شاهدت مع المشاهدين هذا البرنامج الذي تم بثه منذ قليل عن انهيار الحلم القطري. وطبعا انتم تطرقتم في البرنامج للوسائل او يعني التي لجأت اليها قطر لتضخيم حجم الدولة او الإمارة الصغيرة المتبوء الموجود في على خارطة الخليج وعلى خارطة العالم، ولا يعني لا تحتمل كل هذه المكانة التي سعت اليها او سعى النظام القطري منذ تولي حمد الثاني الانقلاب على والده، والد الامير الحالي للبلاد، الانقلاب على والده واستلاب السلطه منه في بطريقه يعني كلنا نعرفها او بقصه كلنا نعرفها الان الجميع، في ليس فقط في العرب ولكن العالم كله يعرف هذه القصه اللي احنا مش عايزين نضيع وقت فيها. لكن عايزين نخش في الموضوع على طول ونقول ان قطر منذ ان تولى حمد الانقلاب وتولى السلطه على والده هو بنفسه سعى ولجأ الى الغرب ليستتب له الامر، وسعى تحديدا الى الولايات المتحده الامريكيه واستضاف القواعد العسكريه او القاعدتين المشكورتين العديد والسلية، استضافهم على اراضي قطريه وكانوا يعني خرجوا من السعوديه من المملكه العربيه السعوديه واستضافهم عشان يعني يبدا العهد هذا العهد اللي هو تصور ان يعني هي يخليه يستقر في السلطه او ياخذ مكانه. كانت الخزانه القطريه في هذا العهد او في هذا التوقيت قبل ما يقرب من ربع قرن او ازيد شويه كانت خاويه، ما كانش فيه فلوس، كان والده سحب كل الفلوس وجمدها للخارج، وبالتالي امريكا وجدت في قطر الضاله التي تبحث عنها. خلينا نقول تحديدا المؤامره الدوليه على الشرق الاوسط بدات يعني كانت بدات قبل هذا التاريخ بقليل، المؤامره بالفعل على الارض كانت بدات مع 1991 مع مؤتمر بعد حرب الخليج ومع مؤتمر مدريد للسلام، وكان مطلوب البحث عن وكيل عربي او وكيل في المنطقه يقوم بدور محدد. هذا الدور المحدد هو كيف يعني نستخدم الإرهاب أو الجماعات الإرهابية وننشئ الجماعات الإرهابية ونستخدمها في شق الصف العربي في تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير. وجدت الولايات المتحدة أو الدوائر المؤامرة في الغرب وجدت في قطر الوكيل المثالي لهذا الدور. قطر كان مع ميلاد الإمارة بشكل جديد في عهد تميم، في عهد حمد والد تميم، كان أيضا بيبحث عن النفوذ، كان يعني كان هناك العراق أو صدام حسين في العراق بيهدد كل دول الخليج، كان عايز يحمي نفسه من هذا الخطر، لم يلجأ لدولة عربية أو غيره أو تركيا أو إيران، ما كانتش لسه بتلعب دور في المنطقة، وبالتالي لجأ للغرب ولجأ لأمريكا. أمريكا عملت أو الغرب عمل حاجة يعني حاجة كده يمكن ما حدش كتير بياخد باله منها، بعت له سينك تانك، بعت له مؤسسة اسمها بروكينجز
بعتها عشان تحول قطر للشكل المثالي للاستخدام. بروكينجز يعني خططت لكل حاجه في قطر، خططت لكل شيء، من خليني اقول لحضرتك، من التعليم للاقتصاد للاعلام لكله. واوحت للامير، الذي استولى على الاماره حمد، انه يستخدم، يبدا بتحفيز سلاح الاعلام. كانت قطر لديها تجربه سابقه في الاعلام، كان تصدر مجله الدوحه، وكان مجله الدوحه ليها تاثير اعلامي كبير على المنطقه العربيه، كلنا كنا بنحب الدوحه، كان قطر بتدعمها بشكل كبير جدا، وكانت بتعتبرها الصوت المعبر عن الاماره، وكانت بتنشر الثقافه على المستوى الدول العربيه، وبالتالي كانت تجربه او لبنه ممكن نكبرها. بعد عملت قناه الغرب، صمم قناه الكبيره بالشكل اللي هم عايزين يستخدموها بيه بعد كده، وبدات تشتغل الجزيره على شق الصف العربي. الاول نالت المصداقيه لدى العرب مع الاحداث الكبيره جدا اللي شهدتها منطقه الخليج، حرب العراق الثانيه والحرب، كل الحروب اللي شهدتها المنطقه. برامج كانت مختلفه، صوت للمعارضه بشكل، كانت الدول العربيه غريب جدا على العرب وعلى الدول العربيه وعلى الشعوب العربيه تحديدا. من هنا بدا يبقى لها جمهور كبير جدا، ويبقى لها تاثير كبير جدا على المنطقه، وكانت يعني ما بين الصد والرد، كانت بتشتغل قناه الجزيره، وكان بيشتغل الاعلام القطري. وانا فاكر مره في زياره للرئيس المصري الاسبق الرئيس حسني مبارك، واشتكى للامير من الجزيره، فقال له احنا اولى انهم، كان بيلطف يعني الجو، كان بيحاول يمرره الجو. ليس هذا فقط، اشتغلت على الدور السياسي ايضا، وبدات تتبنى في مؤتمرات برضه بإيحاء من الغرب او بتصميم من الغرب، مؤتمرات للتمهيد لمشروع الشرق الاوسط الكبير وتفكيك المنطقه، مؤتمرات تناقش المسائل التغيير الديمقراطي وغيره. وكان في، وكان الكتاب والمفكرين، بعض الكتاب والمفكرين العرب اللي شاركوا في هذه المؤتمرات او اكتشفوها ورفضوا المشاركه فيها، فضحوا هذه المؤتمرات وقالوا ان هذه المؤتمرات يعني بتهدم اكثر ما بتبني. كان هناك عربين او عربون لهذه المؤتمرات، منهم وجه مصري معروف، انا مش عايز اقول اسمه يعني، صحيح هو معروف بالنسبه للمشاهد. لكن ما هي النقطه تحديدا التي قررت فيها قطر، قرر نظام الحمدين استخدام امواله لدعم الجماعات الارهابيه والمتطرفه؟ هل كان ذلك بعد الثورات العربيه في 2011 والدعم القطري الواضح للجماعات الاسلاميه اثناء تلك الثورات؟ كان الوجه الموضوع في هذه المؤامره كان بعد الثورات، لكن الدعم القطري للجماعات الارهابيه بدا قبل الثورات بكثير، وكان هناك شرعانه لهذا الامر، ولجأوا ايضا لمفتي كان في جماعه الاخوان المصريه، وخرج وسافر لقطر، وكان هذا بمثابه المفتي بتاعهم والمشرع للنظام القطري وللدور اللي هتلعبه قطر فيما بعد. خليني اقول لحضرتك ان امريكا كانت يعني تدعو او اقنعت امير قطر حمد ومن بعده تميم ان احنا بنعمل، عايزين ننشئ الخلافه الاسلاميه في المنطقه باي وجه من الوجوه، وانت سوف تكون الخليفه على المسلمين، خليفه المسلمين عندما تقوم الدوله الاسلاميه في المنطقه. من هنا خليني اقول لكم، ما ابتلعوا الطعم لطمع عندهم، وليس نزوح حقيقي لنشر او يعني ايه للجانب الاسلامي في المساله، لا هم، او الجانب الديني في المساله او ايا ما يكون يعني، لكن هم ابتلعوا الطعم لانهم عندهم، لديهم طموح كبير جدا. كل افراد العائله يعني متمثله في زوجه الامير القطري ام الامير الحالي، هي كانت لديها هذا الطموح، وكانت بتدفع زوجها وبتدفع ابنها فيما بعد تميم الموجود الحالي في الحكم، انه يعني يمشي او يسير في هذا الاتجاه. هي نفسها انجذبت للنموذج الاوروبي وخاضت مغامرات كبيره منهم، وراحت نوادي ماسونيه ولبسوها اللبس الماسوني، الناس مش فاهمه هي بتعمل ايه. بروكينجز اللي هي ملهاش غير فرع واحد خارج الولايات المتحده الامريكيه وكان موجود في قطر، خليني اقول لحضرتك هو اللي خطط لهذه الاماره بهذا الشكل، انها كيف تشتري المجد باموالها. اماره قطر او الفقيره كانت على المستوى برضو يعني على المستوى الرياضي مثلا، ما عندهمش، فيشتروا لعيبه ويجلسوهم
مؤقتا في العاب القوى، في كره القدم، في كره كل الالعاب. حتى شاهدنا في منتخب كره اليد التي القطري طبعا الذي كان هنا في مصر في بطوله العالم، كانوا بيستخدموا هؤلاء الابطال ثم يلقطوهم يلقوا بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده يا سمام، يستخدموا هؤلاء الابطال ثم يلقوا بهم الى عندما ينتهي يعني يعصروهم وياخذوا منهم الخير كله، ثم يلقوا بهم الى خارج ويدعوا الجنسيه منهم. وكانت هناك قضيه مشهوره للاعب العاب قوى مثلهم في احدى المناسبات الدوليه، صحيح اعتقد اولمبياد او حاجه زي كده، خد الذهبيه في الاولمبياد الاخير بالظبط، والقوا به ازاي او بيشتكي اشتكى يعني او يعني وغيره وغيره وغيره. ده كان السلاح ده كان محور السلاح الرياضه والقوى الناعمه من خلال الرياضه. ايضا هناك أسلحة أخرى، دعني أركز على ما يتعلق بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة واستضافة هذه الجماعات الإرهابية، ليس فقط الجماعات التي تنشط في بعض البلدان العربية لكن حتى في أفغانستان مثلا. طالبان، زعيم حركة طالبان لها مكتب، أو حركة طالبان بشكل كامل الأفغانية لها مكتب في الدوحة. أيضا بعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية في أفريقيا، قادتها يعني يعيشون في قطر ويمولون بالمال القطري، لأنهم مصدر حماية ليها. هم كانوا بيلعبوا لعبه متزوجه، لعبه تخدم على مصالحهم هم او المصالح المنشوده، انهم يصبحوا قوه عظمى في المنطقه، وايضا يغزوا الغرب ويتدخلوا في الازمات اللي هي بتحصل ما بين الغرب وما بين هذه الجماعات الارهابيه. يعني منذ حتى لوكيربي بتاع الطائره الليبيه، الطائره الليبيه، قطر كان ليها دور، اختطاف معرفش الممرضين ايه كان ليها دور، انهم يتدخلوا في افغانستان ويعملوا تبادل المصالحه، مصالحه زعماء القاعده وغيره، او طالبان انا اسف، يعني كان لهم دور دايما في هذا الامر. دور ليس ادل من ذلك يا استاذ عاطف ان كل قيادات القاعده لم نعرفها ولم يعرفها المشاهد العربي سواء من خلال قناة الجزيرة طبعا في بداية الألفينات من العام الماضي، وكان هناك الكثير من البرامج التي تلتقي بن لادن وتلتقي معظم قيادات الجزيرة في أفغانستان وفي باكستان أيضا. على أي حال أستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.